إذن أخذنا في الدرس الماضي مسائل، أترك الكتاب يا الشيخ، مسائل الزوج، وقلنا إذا كان عندنا زوج ما وجد فرع وارث يأخذ الزوج النصف. جاءتكم مسألة واحدة فيها زوج قاتل، هذا ما يرث، وعم شقيق، المسألة من واحد. هذه أصول المسائل الآن 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، هذه إذا كانت المسألة فيها فرض تكون المسألة من هذه الأرقام السبعة، لكن مسألة ليس فيها فرض، عندنا عم شقيق وحده، من كم المسألة؟ من واحد. مثل هذه المسألة اللي جاءتكم في الأسئلة، زوج قاتل يرث لا يرث، عم شقيق، إذا المسألة من واحد، العم الشقيق يرث والزوج ليس له شيء. طيب، الزوج قلنا يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، ابن بنت ابن ابن بنت ابن. الآن بعد الزوج من؟ البنت. تأخذ البنت النصف عند عدم المعصب، من المعصب للبنت؟ ابن. قلنا أكبر خطأ أن تذكر تقول أخوها، أخوها ما لنا علاقة، إحنا العلاقة بمن؟ بالنسبة للميت. إذا من يعصب البنت؟ ابن فأكثر، تمام؟ إذا البنت تأخذ النصف عند عدم المعصب، ابن فأكثر، وعدم المماثل لها، من يماثلها؟ بنت أخرى فأكثر، لا تقول أختها، مفهوم؟ تمام. جاءتنا مسألة فيها بنت وابن ابن، قلنا البنت تأخذ النصف عند عدم المعصب، من يعصبها؟ ابن. هل يوجد هنا ابن؟ لا يوجد ابن، تمام. هل يوجد بنت أخرى؟ لا. إذن ماذا تأخذ البنت؟ النصف. إذن نضع هنا لها النصف، وعندكم يا أخواننا في التمارين لابد تكتب لي هنا الفرض. طيب، ابن الابن عاصب له الباقي، إذن تكتب هنا باء، بعضكم كتب في التمارين الباء هنا، لا هنا تكتب باء. مسألة فيها نصف وباقي، من كم تكون؟ من اثنين، نصف الاثنين والباقي واحد. طيب، جاءتنا مسألة فيها بنت وابن، قلنا البنت تأخذ النصف عند عدم المعصب، من يعصبها؟ ابن، وعدم المماثل. هنا لا تأخذ النصف، ماذا تأخذ؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، كأنك تعطيها مصروف، تعطي الأنثى ريال والذكر ريالين، وليس لنا علاقة بهذه. قلنا هذه الأرقام عندما يكون عندنا فرض، أما يكون عندنا تعصيب بعدد الرؤوس، البنت كم ريال تأخذ؟ هذا ريال، والابن ريالين، المجموع ثلاثة ريالات للذكر مثل حظ الأنثيين. ثلاث بنات وابن مثلا، طيب ثلاث بنات وابن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، كم ريال؟ ثلاث ريالات، وهنا ريالين، المجموع خمسة. الخمسة ليست موجودة هنا لأننا الآن نعطي على عدد الرؤوس، إذن هنا ثلاثة وهنا اثنين، المجموع خمسة. بنت وابن معتق أو معتقة، يوجد بنت أخرى؟ يوجد ابن؟ إذا ماذا تأخذ البنت؟ النصف، مفهوم أخواننا؟ إذن أخذنا الآن البنت تأخذ النصف عند عدم المعصب، ابن فأكثر، وعدم المماثل بنت أخرى فأكثر. تحققت الشروط أعطيها النصف، ما تحققت الشروط كان لها تعصيب أعطيها التعصيب، لم يأتي لها شيء أعطيها صفر، مفهوم؟ يعني لا تأتي بشيء يعني لم تسبق إليه. يعني اليوم عندكم بعض التمارين بعض الشباب
زوج قاتل اعطاه واحد، ليش ما يرث؟ مسألة من ثلاثة، ما أخذنا مسألة من ثلاثة، صحيح أخذنا ما أخذنا، فنمشي على هذا الترتيب، مفهوم؟ إذن يلا حلوا للتمارين. يلا يا شيخ اقرأ أول مسألة. السؤال الأول. اي نعم. بنت وابن وابن. بنت وابن ابن ابن. يا أخواننا لا تفتي لا تفتي، مكتوب عندك مسألة فيها بنت، انتبه معي. وإيش؟ وابن ابن ابن ابن. يوجد ابن، يوجد بنت أخرى، إيش تأخذ؟ اكتب نصف يا أخي والباقي. مسألة من اثنين نصف وباقي. المسألة الثانية. بنت وابن، قلنا إذا بنت وابن للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة الثالثة. بنت وابن معتق أو ابن معتق، هذا ابن. إذن المسألة من اثنين، حلناها هنا أظن من اثنين المسألة، واحد والباقي واحد. بعدها بنت وابن أخ شقيق، إيش تأخذ البنت؟ نصف. بعده بنت وأخ شقيق نصف وباقي. نعم. بنت وأخ لأب النصف والباقي. نعم. بنت وعم وعم شقيق نصف وباقي. بنت وأب، بنت وأب نصف وباقي. ما أخذنا أصحاب السدس يا أخواننا، البنت تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي. نعم. بعده بنت وثلاثة أبناء. بنت وثلاثة أبناء، هذه بنت ثلاثة أبناء. يوجد ابن؟ من يقول لا؟ ثلاثة أبناء مو ابن واحد، ثلاثة. ايش نعطيهم هنا؟ قلنا مصروف يا شيخ، تعطي الأنثى ريالين أو ريال؟ ريال. والذكر ريالين. ثلاثة أبناء كم ريال؟ ستة ريال. والبنت المجموع لا أحد يأتي يقول السبعة غير موجودة هنا، لأن هنا نعطيهم إيش؟ مصروف. إذا مسألة فيها فرض تكون من هذه، مفهوم يا أخواننا؟ إذا مسألتنا من سبع. طيب بعده. بنت وثلاثة أبناء ابن. بنت وثلاثة أبناء ابن، يوجد ابن؟ نصف وباقي. نعم. ثلاث بنات، ها موجودة هذه، سبحان الله موجودة، وبعضكم حل خطأ. للذكر مثل حظ الأنثيين. بعده فقط السلم محذوف اتركوه، خطأ، هذا خطأ مني حتى تعرفوا أن الكل يخطئ، لكن يا أخواننا لابد أن تتعلم من خطأك، إذا أخطأت الآن تعيد المسألة حتى تتنبه للخطأ، مفهوم؟ ماذا أخذنا؟ ها الشيخ إيش أخذنا؟ أترك الكتاب، الدرس الماضي أخذنا من؟ أخذنا أصحاب النصف، أخذنا الأول الزوج، الزوج وأخذنا البنت. متى تأخذ البنت النصف؟ عند عدم عدم المعصب ابن فأكثر، وعدم المماثل بنت أخرى فأكثر. تمام تمام. أعطونا الآن الجديد بعد البنت، بنت الابن. انتبه معي يا أخي اللي تكتب هناك. بنت الابن متى تأخذ النصف؟ عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث أعلى منها، ابن فأكثر، بنت أخرى فأكثر. اترك الكتاب يا شيخ، انا ساكتب لكم الان. هذه بنت ابن وابن ابن ابن. شوف الشروط الان،
قال بنت الابن تأخذ النصف عند عدم المعصب. من يعصب بنت الابن؟ قال ابن ابن. يوجد ابن ابن؟ لا. وعدم المماثل لها، من المماثل لها؟ قال بنت ابن أخرى. في بنت ابن أخرى؟ لا. وعدم الفرع الوارث الأعلى منها ابن، يوجد ابن؟ يوجد بنت؟ لا. ايش تأخذ؟ نصف. وهذا الباقي، مسألة من اثنين، نصف وباقي. تمام. جاءتنا مسألة فيها بنت ابن وابن، ابن ابن، لا ابن ابن. يوجد بنت ابن أخرى؟ يوجد ابن ابن؟ إذن هنا ايش تعطيها؟ مصروف على طول. تمام. ريال ريالين، المجموع 3 ريال. شوف اخواننا، حين توفرت الشروط اخذت ايش؟ النصف. جاء معصب اخذت مصروف للذكر مثل حظ الانثيين. اختل اي شرط؟ صفر. مفهوم؟ لا تفكر. لا، اخذنا الثلثين يا اخواننا، بعضكم يكتب لي ثلثين، بعضكم يكتب لي سدس، ما اخذنا، صفر احسن ما تعطيها شيء. مثاله بنت ابن وابن، اختل الشرط؟ صفر. مفهوم؟ بنت ابن وابن وبنت، اختل الشرط؟ نعم صفر. للذكر مثل حظ الانثيين، نعطي مثلا 3، بنت ابن وابن، ماذا تاخذ؟ صفر. وقلنا دائما المسألة إذا ما ليس فيها فرض تكون المسألة من عدد الرؤوس. كم ابن عندنا؟ 1. اعتبر عندنا مسألة فيها بنت ابن و3 أبناء، صفر، وعدد رؤوسهم 3 ريال بتعطيهم على عدد رؤوسهم. مفهوم؟ خلاص، حلوا لي مسائل بنت الابن.